برئاسة سلطنة عمان انعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية رقم 103 على المستوى الوزاري، وتابع الوزراء سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي جنبا إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية. المقررات الصادرة عن القمة تعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا، وفي مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني. ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي الدولي إلى جانب مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي. إن عالمنا اليوم في تسارع مستمر ويشهد تطورات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، ومنطقتنا العربية في قلب هذه التطورات والمتغيرات. إن أهم ما يتضمنه جدول أعمال اجتماعنا هذا هو تطورات منطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي واتفاقية الاستثمار العربية. فيما تباحث المجلس العربي في جهود الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. اليوم كان هناك مناقشة عدد من بنود القرارات وأقرت فعلا بحدود 14 إلى 15 قرار، كانت أغلبها تتحدث عن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي العربي والعلاقة بين الدول العربية لتوحيد الجمارك لاتفاقات جمركية واتفاقات تجارية. وتستعد الجامعة العربية من خلال هذا الاجتماع الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة في دورته 30 المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل. تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي هدف ترمي إليه الجامعة العربية من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، والتي معها تسعى لأن تنقلب موازين القوى في المنطقة لما للبعدين الاقتصادي والاجتماعي من قوة. كريم الشيخ الغد، القاهرة.